نظام العقوبات لا يمثل الإسلام ككل يمثل جزءا محدودا من نظام الإسلام الفقه الشرائع كم كتاب بي انتوا أخذوا من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات حجم النظام الجزائي، كم يشغل من حيز هذا التشريع؟ كتاب الحدود وكتاب القصاص من كم كتاب في الفقه في العبادات والمعاملات والعقود والايقاعات والاحكام هذا لا يمثل الاسلام احنا نتصور انه اذا وصلنا الى الحكم انه تعال الاسلام يعني قطع يد السارق هذا مثل واحد هذه العين اللطيفة من الطف ما في الانسان عينه هاي العين طلعوها افصلوها عن المجموع المركب يكون شيء موحش بشع قبيح هي هذه العين احنا اذا ما كان عندنا اللحم وما اشبه ذلك الهيكل العظمي للانسان شوفوه في المتحف فشي موحش الاسلام مو يعني قطع يد السارق يعني هذا مو كل الاسلام والوالد رحمه الله عليه كان يعتقد انه نظام العقوبات على تفصيل ذكره لا يجري الا اذا طبق الاسلام ككل. انتم طبقوا النظام الاقتصادي، طبقوا النظام السياسي، طبقوا النظام الاجتماعي، بعدين اقطعوا يد السارق. والا واحد فقير قال للمامون ذاك الرجل قال سبحان الله سارق النهار يقطع سارق الليل. أنا فقير أنا ما عندي شيء أنا اضطريت إلى السرقة، المأمون التفت للإمام الرضا صلوات الله عليه قال ماذا تقول؟ قال فلله الحجة البالغة الله منهج منهج الحجة احتج عليك فرده وهذه كانت من عوامل غيظ المأمون واحد فقير ما عنده أكل ما عنده لقمة الليل أنت او انا اعرف من الاسلام هذا هو التكافل الاجتماعي ماكو التكافل الاقتصادي ماكو الحريه السياسيه ماكو المشاركه السياسيه ماكو فقط قط يد السارق هذا هو ولذلك عندما كان النظام الاسلامي مطبق الى حد ما القضاة ما كانوا يعرفون الحدود. العم حفظه الله كاتب هذه القضية في كتابه العقوبات. تحيروا انه السارق كيف تقطع يده؟ قاضي شغله هذا ما يعرف. القضاة ما كانوا يعرفون. يحيى بن اكثم اللي هو قاضي القضاة ما كان يعرف. إلى أن لجأوا إلى الإمام الجواد صلوات الله عليه <applause>